لما تفكر في حياة عظماء الإسلام السابقين هتلاقي اتزان عجيب في حياتهم كان سر من أسرار عظمتهم. من هؤلاء إمام أهل الزمان عبد الله ابن المبارك، كان من ألقابه أمير الأتقياء في زمانه، رغم أن الزمن ده كان مليء بالأكابر. كان لو دخل مجلس الإمام مالك ابن أنس كان الإمام مالك يقعد على الأرض ويقعد ابن المبارك كأن الإمام مالك تلميذ تحت رجليه. وكان ليه 4000 شيخ لف العالم عشان يتعلم، سواء كانوا مشايخ دول من تلامذة الصحابة من التابعين أو تلامذة الصحابة من تابع التابعين. وكان لما يتسأل إيه كم المشايخ وكم العلم ده كان يقول لعلي لم أسمع الكلمة التي فيها نجاتي. كان من كم علمه واحد مرة سأله بعد صلاة العشاء قدام المسجد مسألة، فقعد ابن المبارك يشرح له لغاية ما الفجر أذن عليهم من كم العلم اللي عنده. هو العالم الكبير ابن المبارك ده كان تاجر كبير، لدرجة ان بعض اصحابه الزهاد لموه ايه كم البزنس اللي انت فاتحه ده، فقال لهم لا، الزهد هو خلو القلب من الدنيا لا خلو اليد، انما اتاجر بالمال لاصون به وجهي عشان ما ذلش نفسي، واكرم به عرضي اصرف على اهل بيتي، واستعين به على طاعة ربي يعني انفق في سبيل الله. السر وراء عظمة ابن المبارك في اللي أنا فهمته وأنا بقرأ سيرته إن ابن المبارك كان حنين على الغلابة. الغنى ما أسهوش، ما كانش قاسي، كان يحج مع الفقراء يطلب منهم الفلوس اللي معاهم، فكل واحد يحط له 20 درهم 10 درهم، يقوم ابن المبارك صارف على كل واحد منهم 20 دينار، وبعدين يقعد يأكلهم ويشربهم، ولما يروحوا المدينة عند النبي عليه الصلاة والسلام ينزل مع كل واحد السوق ويقول له عيالك كانوا عايزين ايه ويشتري لهم الهدايا، وهم راجعين في الطريق يدي كل واحد كيس كان فيها الفلوس اللي هو ادهاله في أول الرحلة، فيحج الفقراء مع ابن المبارك من غير ولا مليم يدفعوه ويصرف عليهم حتى بالهدايا. كان يبحث عن العلماء المؤثرين لكنهم بسطاء الحال، فكان يصرف عليهم، فكان يصرف على حماد بن زيد وحماد بن سلمة وسفيان بن عيينة عشان يفرغهم لدعوة الناس لربنا وتعليم العلم. مرة كان بيحج معاه 30,000 درهم، فهو ماشي لقى بنت بتدور في القمامة كده على حاجة وقامت مطلعة فرخة ميتة ودخلت بيتها عشان تاكلها. قال لها يا بنتي الميتة حرام. قالت له فحالنا احنا بقى الميتة حلال من 3 ايام، احنا في مجاعة هنموت هناكل اي حاجة. فبص لنفسه كده واتضايق، قلبه رق، وقام واخد 500 درهم من 30,000 وقال هذه تكفي لعودتنا، وقام واخد 500 درهم واداها بقية 30,000 درهم عشان يغنيها بيه ويمكن تبدأ شغل جديد أو حاجة زي كده. كان حنين على الغلابة، عشان كده ربنا كان بيرفع مقامهم. مش كده ما تستغربش إن عبد الله بن المبارك وهو على فراش الموت يبص كده فوق كده ويضحك كأنه شاف حاجة من ربنا، ويقوم قايل لمثل هذا فليعمل العاملون، ثم تفيض روحه لربنا سبحانه وتعالى. فهنيئا لكل واحد ربنا وسع عليه فوسع على اللي حواليه، والبشرى لكل ميسور الحال يسر على أصحاب الضيق. يا رب إن وسعت علينا في أموالنا فاملأ قلوبنا بالرحمة على من حولنا.